السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من دي ليجند اوف زلدا سكاي وورد سايد، مرحبا بكم. اليوم 4/5/2015، اخر مرة لعبنا نترون تجوان 2015، يعني عندنا فلسك 5 ايام ملعبناش. تعرفوا ان مازلنا في التومبل، التومبل بارتي الثانية متاع التومبل. وصلنا هوني، عنا المفتاح، عنا كل شيء، ناقصين قلوب، ندبروا شوية قلوب هكا محفورين كلهم. بقعة جديدة اتفقدوها، مو هذيك مش هبطوها، مش تمشي بينا. كاش ضربت هكا مش متعرفش في النار. جيلاتي فيروس، جيلاتي فيروس. استماس هيا ويني كله مغلوب. Thank you.
قاعدين في شركة Vamos a ver. عايزين نشدو ديتور تاني تريزور قدعنا تولعنا قدعنا قصنا قصنا البع Sauvegarder. يخرج
يبدأ الماجي. هاي 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 وي هكا ابدا ياخذ بعضكم. طيب انا سمع كورو متاع الوحده نجمو نهبطو. تم شيء غادي لا الزربه 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 انا شو بدهم اخير هذا هو باب الزايد. انا شخصو على مفتاح البوس. عمرو صوب. Le point de la détermination est choisir ton chemin en montrant ton courage. أما ذاك واحد منهم صحيح. لا هذا غلط. نمشي الجهة الأخرى. هاي سوا سريعة. لا 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 لا
يعطيني قلوب حبيت فلوس توقتوا وين معلم وي بين دمره ما مرار نلقاهم كنز صدهم صدهم
لو مقسمين كلهم هاندلز هاندلز وصلنا النمو هذية بتاع البوس مفتاح البوس مفتاح البوس شنو وصل هذا هذه مش نخرج من الموضوع نقرأ ايش مكتوب commençons par celui qui a le moins de à part la lumière au sein de lui قالك نبدأ اللي عندها أقل أجنحة شنو عندها هذه ما عندها أجنحة أيوة ايش الأقل أجنحة عندها انا بعد اقل هذه عندها جناح كاو هذي عندها ثلاثة وهذيك عندها أربعة قتل أنا قتل كدودة متعب المهم وصلنا لنهاية حلقة اليوم دونك ديما الزعيم نخليه في الحلقة وحده
افتح البوس. كمل الوحدة على كرسي وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. الحلقة الجاية مش نقابله مش نقابله البوس ان شاء الله. مش نقول لكم اخر تعرفوا اللي بدينا سلسلة جديدة متاع زلدا على الجيم بوي. بدينا في الحلقة متاعها بدينا سلسلة جديدة على زلدا نتاع الجيم بوي. بدينا في الحلقة نتاع الحلقة الأولى إن شاء الله كل جمعة حلقتين. وتقعد هذي ديما البرانسيبال نتاعنا هاي خليكم إن شاء الله وشاهية طيبة وزورونا على الموقع تنيديا شير مع نينجا. زورونا على اليوتيوب وعلى الباج الفيسبوك وعلى الموقع سيرتو على الموقع وقيدوا أعملوا تسجيل في برشا حاجات جدا عملناهم. تنم تعطونا آراءكم في المنتديات زادة. نخليكم نقول لكم إلى اللقاء.